اعزائي طلبة الصف السادس الادبي اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس ماده الاقتصاد. اعزائي بينا في الدرس الماضي مؤشرات التخلف فبينا ما هي مؤشرات الدول المتخلفه فقلنا وذكرنا أبرز مؤشرات الدول المتخلفة من قلة رؤوس الأموال وانخفاض مستوى الإنتاجية، فقلنا أن الدول المتخلفة تعاني من قلة في رؤوس الأموال وانخفاض في مستوى الإنتاجية. الأمر الآخر هو غلبة طرائق الإنتاج البدائية وذكرنا ان الدول المتخلفه تعاني من غلبه طرائق الانتاج البدائيه فاستخدام العدد والالات اليدويه حاله دون تقدم هذه الدول في القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. الامر الاخر هو انتشار البطاله فاصبحت مشكله البطاله في البلدان الناميه او المتخلفه مشكله بنيويه هيكليه وتنتشر البطاله على اوسع نطاق ومن ابرزها البطاله المقنعه التي تنتشر في القطاع الزراعي. الامر الاخر هو ارتفاع معدلات النمو السكاني وقلنا ان الدول الناميه تعاني من زياده مطرده في السكان بسبب تحسن وسائل الصحة العامة وأساليبها خاصة بعد الحرب العالمية الثانية مما أدى إلى زيادة في الولادات وقلة بالوفيات مما أدى إلى أن تصل معدل نمو السكاني في البلدان المتخلفة بنسبة من 2 إلى 3% مقارنة بالبلدان المتقدمة 1% هذا من شأنه أن يعمل على عاقة التقدم والتطور في هذه البلدان بسبب كثره عدد السكان او ما يسمى بالانفجار السكاني. الامر الاخر هو نقص تعاني البلدان المتخلفه او الناميه من نقص في المهارات الفنيه والاداريه. السبب في ذلك هو بسبب انخفاض مستوى التعليم في هذه البلدان الذي انعكس في قله المنظمين القادرين على تجميع القواعد وبالتالي الوصول بهذه البلدان الى خانه البلدان المتقدمه. واخيرا الفقر حيث ينتشر الفقر في البلدان الناميه وذكرنا ابرز مناطق الفقر في العالم هي في المناطق في الدول الاسيويه وفي افريقيا جنوب الصحراء. طلبتنا الاعزاء سنتناول من خلال درسنا لهذا اليوم التنميه، مفهوم التنميه ومقومات التنميه. طبعا بعد ان سيطرت الدول الراسماليه الكبرى الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وفرنسا والمانيا على اجزاء من الدول او من قارات شده في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه ادى ذلك الى اخضاع هذه البلدان حيث رزحت عقود طويله من الزمن تحت سيطره هذه البلدان وأقامت معها علاقات غير متكافئه أدى ذلك إلى أن تنهب البلدان الاستعماريه الكبرى خيرات هذه البلدان وسخرت مواردها الاقتصاديه لصالح هذه البلدان، لكن بعد أن استغلت هذه البلدان بعد الحرب العالميه الثانيه وجدت نفسها هذه البلدان أي البلدان المتخلفه بأنها يجب أن تلحق في ركب الدول المتقدمه ومن أجل بناء اقتصادياتها وتكوين اقتصاديات قائمة على أساس الاستقلال الأمثل للموارد الاقتصادية في هذه البلدان لذلك بدت هذه البلدان بجدية تعمل من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة طلبتنا الأعزاء في هذا السياق لدينا, لدينا مصطلحان يجب آه الالمام بهما وهما مصطلح مفهوم التنميه الاقتصاديه والنمو الاقتصادي فلو طرح لك السؤال التالي: قارن بين مفهوم التنميه الاقتصاديه والنمو الاقتصادي بالتعريف يعني آه هناك مقارنه ما بين التنميه الاقتصاديه والنمو الاقتصادي بجدول وسنتطرق له من خلال درسنا لهذا اليوم، لكن لو طلبت منك ان تحدث مقارنه ما بين التنميه الاقتصاديه والنمو الاقتصادي بالتعريف فمطلوب من طلبتنا الاعزاء احداث مقارنه ما بين النمو الاقتصادي والتنميه الاقتصاديه بالتعريف فستكون الاجابه بالطريقه التاليه. التنميه الاقتصاديه تعرف التنميه الاقتصاديه بانها مجموعه السياسات التي يتخذها مجتمع معين لاحداث تغيرات شامله في كافه المجالات سياسيه اقتصاديه اجتماعيه بيئيه الى اخره بما يؤدي الى الارتقاء بمستوى رفاهيه المجتمع وتحقيق قدر من العداله الاجتماعيه هذا هو تعريف التنميه الاقتصاديه. اما النمو الاقتصادي، اما النمو الاقتصادي فهو معيار كمي يعبر عن الزياده الكميه المستمره في الانتاج سنويا بما يفوق معدل النمو السكاني ومتضمنا حصول زياده في معدل متوسط دخل الفرد السنوي. انتهى. اذا طلبتنا الاعزاء لو طلبت منك احداث مقارنه بالتعريف هنا يحدد السؤال قارن بين التنميه الاقتصاديه والنمو الاقتصادي بالتعريف فسيكون الاجابه بهذه الطريقه. اما لو طلبت منك ان اتقارن ما بين النمو الاقتصادي والتنميه الاقتصاديه بالجدول فسيكون الجواب بطريقه اخرى. اذا لو طلبت منك الان قارن بينه او فرق بين النمو الاقتصادي والتنميه الاقتصاديه لكن هنا ساطلب منك واحدد منك بالسؤال اقول لك بالجدول. هنا تكون الإجابة تختلف عن الإجابة السابقة لأن أنت هنا محدد بجواب معين وهو جدول. إذا التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي نخطط هذا الجدول بهذه الطريقة ونعالج الموضوع كما عالجه المنهج. بالتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية فعل مقصود لإحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إذا التنميه الاقتصاديه فعل مقصود لاحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. فلنرى النمو الاقتصادي، كيف يكون النمو الاقتصادي؟ النمو الاقتصادي فعل تلقائي فعل تلقائي لحدوث التغيير وياتي طبيعيا ولا يكون شاملا. هذا الفرق الاول، اما الفرق الثاني التنميه الاقتصاديه تعتمد تدخل الدوله في حشد الامكانيات والموارد. إذن التنمية الاقتصادية تعتمد على الدولة في حشد الإمكانيات والموارد. فلنرى النمو الاقتصادي ماذا يعتمد النمو الاقتصادي؟ تعتمد على جهد القطاع الخاص ولا تحتاج إلى تدخل الدولة. الأمر الثالث التنمية الاقتصادية تحدث التغيير خلال مدة زمنية طويلة. التنمية الاقتصادية تكون لفترة طويلة. فلنلاحظ النمو الاقتصادي يحدث التغيير في مدة قصيرة نسبيا الأمر الرابع الهدف من ناحية الهدف التنمية الاقتصادية تهدف إلى تحقيق هدف كلي تهدف إلى تحقيق هدف كلي هذا الهدف الكلي يشمل كل القطاعات الاقتصادية أما النمو الاقتصادي فيشمل قطاع محدد يعني يحدث النمو جزئيا في قطاع أو صناعات محددة إذا طلبتنا الأعزاء طلبتنا الأعزاء لاحظنا ضمن مفهوم التنمية أن هناك هناك سؤالين يجب معالجتهما بالطريقة التالية، السؤال الأول هو السؤال الأول هو قارن بين قارن بين مفهوم التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي بالتعريف فهنا مطلوب من طلبتنا الأعزاء المقارنة بالتعريف فنقول ان التنميه الاقتصاديه هي مجموعة السياسات التي يتخذها مجتمع معين لإحداث تغيرات شاملة في مختلف المجالات السياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى رفاهية المجتمع وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية انتهى الأمر الثاني هو النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي معيار كمي يعبر عن الزيادة الكمية في مستوى الانتاج سنوي بما يفوق معدل النمو السكاني، وهو متضمن حصول زياده في معدل متوسط نصيب الفرد السنوي، انتهى. الامر الاخر طلبتنا الاعزاء، الامر الاخر هو طلبت ان طلبت ان نعمل مقارنه وفق الجدول، فقلت: قارن بين او ميز بين النمو الاقتصادي والتنميه الاقتصاديه، هنا مطلوب من طلبتنا الاعزاء وضع هذا الجدول وعمل مخطط ويتناولون بالنقطة الأولى بأن التنمية الاقتصادية فعل مقصود لإحداث التغير الاقتصادي والاجتماعي في حين النمو الاقتصادي فعل تلقائي غير مقصود يعني. الأمر الثاني تعتمد التنمية على تدخل الدولة في حجز الإمكانيات والموارد في حين أن النمو الاقتصادي يعتمد على جهد القطاع الخاص ولا يتطلب تدخل الدولة. الأمر الثالث تحدث التنمية لفترة طويلة نسبيا. بحين النمو الاقتصادي تحدث لفترة قصيرة. الهدف من التنمية الاقتصادية هو هدف كلي يشمل كافة القطاعات الاقتصادية. أما النمو الاقتصادي فهو هدف جزئي يشمل قطاع محدد. طلبتنا الأعزاء إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم وحتى ألتقيكم في دروس جديدة لكم مني أطيب الأمنيات.